المكتبة الرقمية، وهي الحقيقة وعاء كبير وتضم يعني بكل تأكيد أكبر وأشمل وأعم من ما هو متوفر في المكتبات. لكن في ظني أنه لا زال دورنا في الحقيقة يعني توعية ونشر الحقيقة ثقافة التواصل والاستخدام والاستفادة من المكتبة الرقمية لا زالت محدودة. أنا أتمنى الحقيقة على الدكتور عوض وزملائه في عمالة شؤون المكتبات بالحقيقة بذل جهود أكبر ومضاعفة النشر والتوعية بقضية أهمية المكتبة الرقمية وكيفية الاستخدام وكيفية، لأنه الحقيقة في كثير من الأحيان ربما أنه بعض أعضاء التدريس وربما الذي لم يسبق لهم الاستخدام يجهلون مثل هذا التواصل. فأتمنى أن يكون هناك الحقيقة نشر، أن يكون هناك نشر نشرات وبروشورات وإعلانات، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية، تعرف الحقيقة بكيفية الدخول على المكتبة الرقمية وكيفية استثمار مثل هذا. يعني الجامعة تستثمر وتدفع سنويا اشتراك وبمبالغ كبيرة، لكن ليس هذا المهم المبالغ، لكن المهم أيضا كيف نستثمر وكيف الحقيقة يستفيد عضو هيئة التدريس وكذلك من في حكمه من المحاضرات والمعيدات وكذلك المعيدين والمحاضرين في استثمار هذه الفرصة. فلا زال الحقيقة يعني مثل هذا الأمر في ظني أنه لا زال فيه قصور، ودي الحقيقة أن يكثف الجهود فيه لعلنا نستفيد منه جميعا. نعود أيضا كذلك إلى البحث العلمي، وكما يعلم الأخوات أن هناك يعني أو المهمة الرئيسية لهذه الوكالة إلى جانب الدراسات العليا هو قضية البحث العلمي. لكن قبل أقول البحث العلمي، أيضا في من لديها مشكلة من الأخوات من المعيدات والمحاضرات في كيفية الحصول على قبول أو في كيفية التواصل مع جامعات نتيجة لعدم وجود خلفية أو نتيجة لعدم الإلمام باللغة، أنا أتمنى الحقيقة أن يكون هناك أيضا في وكالة الدراسات العليا تقديم خدمة لمن يرغبنا في الحصول على مثل هذه الفرصة. لأنه أعرف الحقيقة ربما بعض الأخوات يتقدم على 3 4 5 جامعات ويراسلون ويدفعون رسوم ويدفعون إلى آخره ويعبون نماذج وربما لا يحصلون مثل هذه الفرص. ففي تقديري أنه ربما الأخوات بحاجة إلى مثل هذه المساعدة. فالبحث أعود للبحث العلمي وأقول أنه من أهم الحقيقة مكونات الوكالة، بل هو الحقيقة من أهم مكونات ووظائف الجامعة وأي جامعة. وبلا شك أنه بالبحث العلمي تتطور الأمم وتتطور الشعوب وتتطور المؤسسات، وخاصة عندما نقول البحث العلمي فنحن ندعو أيضا إلى البحث الجاد، البحث الأصيل، البحث المتمكن، البحث الذي ربما يأتي ب يعني فكر مختلف ويأتي بنتائج جديدة ويأتي باكتشاف جديد. لأنه ربما وخاصة من البحوث النظرية المتقاربة والمكررة ربما لا تأتي الحقيقة بهذا الجديد، وربما نجد أن كثير من البحوث والدراسات ربما نتائجها معروفة مسبقا أو قبل الحقيقة بداية البحث. فأتمنى أن يكون يعني هناك يعني مثل هذه الأبحاث. لكن الذي أؤكد عليه وأؤكد أن الجامعة يجب أن تبرز هذا الجانب وبالذات الأخوات، أن هناك ميزانية للبحث العلمي وتقدم من خلالها يعني مبالغ مادية في تقديري معقولة، لكن هذه المبالغ أيضا ممكن أن تضاعف عندما يكون هذا البحث وتكون هذه الدراسة تستحق مثل ذلك ويثبت بالفعل أهميتها وما إن شاء الله سينتج عنها. لكنني لاحظت ربما في العام الماضي والعام الذي قبله أن نصيب الأسد وأن جل هذه الأبحاث وجل هذه المشروعات البحثية كانت من نصيب الرجال، ولا لا دكتور؟ حتشوف إن شاء الله. فلكنني إن شاء الله يعد الدكتور عوض، وربما أيضا نتفائل أن يكون أيضا لقطاع النساء إن شاء الله نصيب من هذا، وخاصة ربما بعض القضايا يعني اللي تهم الجامعة وذات العلاقة أيضا بقطاع النساء. أتمنى الحقيقة أن يكون هناك يعني بالفعل تشجيع ودعم لمثل هذه الأبحاث ولمثل هذه الدراسات.
أتمنى أيضا أنه الإخوان اليوم في اللقاء يركزون على أيضا آلية الترقية في الجامعة من رتبة إلى رتبة، من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وكذلك إلى أستاذ أو من معيد إلى محاضر. بكل تأكيد هذه فرصة جدا للأخوات لمثل هذه اللقاءات، ولعل الدكتور الحقيقة يعني يعطيني الآن أيضا كتيب عن المواد المنظمة لترقية أعضاء التدريس، وإن شاء الله يكون أيضا وزع على الأخوات. لكن بكل تأكيد عند الاطلاع على مثل هذه المواد ومثل هذه المطبوعات ربما يتبادر أو يعني يكون لدى الأخوات تساؤلات ولديهم استفسارات حول الترقيات العلمية. جهود الإخوان كذلك في التعاون الدولي مشكورة، لكن أحببت الحقيقة التركيز على ربما القضايا التي تكون ذات علاقة مباشرة ولها أولوية فيما يتعلق بكليات البنات ومنسوبات هذه الكليات. أكرر الحقيقة شكري لسعادة الوكيل دكتور عوض وزملائه في الوكالة، وكذلك للأخوات عميدات كليات البنات ومنسوبات هذه الكليات، متمنيا إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء بادرة ويعني إن شاء الله مقدمة ليتبعها من لقاءات تكون مفيدة وتكون بالفعل فرصة لتبادل الكثير من النقاش والكثير من الرؤى حول أبرز هذه المحاور وأبرز ما يتعلق بتطوير والنهوض بكليات البنات. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.